مساء الخير مشاهدينا إلى جولة الرياضة، حيث أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي تعيين لاعبي ليفربول السابق ستيفن جيرارد مدربا جديدا خلفا المقال دين سميث. سيخلف جيرارد مدرب أستون فيلا السابق سميث بعد إقالته يوم الأحد عقب الهزيمة الخامسة على التوالي في الدوري، ليتراجع الفريق للمركز السادس عشر برصيد 10 نقاط. جيرارد الذي لعب مع ليفربول بين 1998 و2015 وتوج بتسعة ألقاب في أنفيلد، سبق له قيادة رينجرز لتحقيق لقب الدوري الاسكتلندي في الموسم الماضي لأول مرة منذ 2011 وبدون أي هزيمة. قال جيرارد في بيان: أستون فيلا ناد ثري بتاريخه ومكانته في الكرة الإنجليزية، وأنا فخور للغاية بأن أكون مدربه الجديد. للتعليق على تعيين جيرارد مدربا لأستون فيلا ينضم إلي الزميل عبد الله طعمة. مساء الخير عبد الله. مساء النور فرات لك ولا جميع السادة المشاهدين. بداية، شو هو رأيك بتعيين ستيفن جيرارد كمدرب لنادي أستون فيلا؟ والله يعني كان متوقع، كان في حديث قبل أيام من فرات، أكيد أنت اطلعت عليه، عدة صحف إنجليزية كانت تتحدث عن عدة مرشحين لخلافة دين سميث يعني بسبب سوء النتائج، وكان جيرارد أحد المرشحين، لكن كان في صعوبة في أنه يتعاقدوا مع جيرارد كونه منتصف الموسم وفي منافسة بين رينجرز وسلتيك بالدوري الاسكتلندي، فكان في صعوبة، لكن يبدو أنه الأمر حسم يعني لعلاقة جيدة بين جيرارد و يعني إدارة أستون فيلا. هو تعيين غير مفاجئ ولكنه يعني تعيين مميز، وأتوقع يعني يكون له صدى كبير إعلاميا قبل حتى يعني كرويا في إنجلترا يعني. طيب، هل ستسمح عودة ستيفن جيرارد هذه المرة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز ليس كلاعب بل كمدرب، هل تسمح له بأن يكون لربما هكذا يقولون مدرب ليفربول القادم بعد أن يتم كلوب مهمته ويخرج إلى نادي آخر لربما أو إلى تدريب المنتخب الألماني؟ هل هم يحضرون ستيفن جيرارد بمعنى آخر ليكون خليفة ليورغن كلوب في ليفربول؟ يعني مثل ما بتعرف فرات، المدربين في الدوري الإنجليزي بياخذوا مدة طويلة إذا نتائجهم كانت ممتازة، ويورغن كلوب نتائجه مع ليفربول جيدة جدا وعلى الأقل من ناحية الأداء يعني، وطبعا تابعنا دائما نتائج ليفربول الجيدة والبطولات اللي حققها كلوب، وانتقال كلوب إلى مكان آخر يعني وارد إذا كان إذا هو قال أنه لن يجدد عقده بعد ما ينتهي مع ليفربول، هكذا قال الرجل. يعني وارد، لكن جيرارد ما زال يحتاج إلى كثير من الوقت، أتوقع أنه ما زال من المبكر يعني الحديث عن انتقال جيرارد لليفربول. الحديث كله الآن في إنجلترا يدور حول وجود جيرارد مع أستون فيلا والوضعية الصعبة لأستون فيلا في الدوري، آخر 5 مباريات 5 هزائم تلقت شباك الفريق يعني 13 هدف، دفاع سيء جدا، فرق نقطتين عن مناطق الهبوط لأستون فيلا، يعني الوضع جدا سيء. طب هل السبب في رحيل جاك جريليتش؟ ربما إذا ربطنا المسألة برحيل جاك جريليتش عبد الله، الرجل ذهب إلى مان سيتي الآن، هو لا يؤدي يعني أداء رائع في مان سيتي ولكن افتقده فريق أستون فيلا، أو يعود إلى تغيير الخطة. أحمد محمدي أنا سمعته في بعض الاستديوهات التحليلية في بي إن سبورت يقول بأن دين سميث قام بتغيير الخطة بسبب البدلاء الذين أتوا عوضا عن جريليتش إلى الفريق. صحيح، هو الشقين فيهم جزء من الصحة، أكيد دور جريليش كان جدا ممتاز، لكن كان دور جريليش من الناحية الهجومية. مشكلة أستون فيلا في هذا الموسم هي الناحية الدفاعية، الناحية الدفاعية سبب مشكلتها كان هو فعلا تغيير الخطة، وأحيانا يلعب بثلاث مدافعين وأحيانا يلعب بخمسة، كان في حتى أكثر من خطة جرب هو في حتى في آخر 5 مباريات عمل تنوع في الخطط. يعني يبدو أن المشكلة صارت ثقة بين اللاعبين ودين سميث في آخر مرحلة، خلص يعني دائما اللاعب لما بيحس أنه المدرب ما عاد يعطيه أكثر بيفقد الحافز، بيفقد الشعور أنه هو ممكن يقدم شيء أكثر، فبالتالي بينزل المستوى. أتوقع أنه وجود جيرارد أكثر منه حيكون نوعا ما حيحسن الناحية الدفاعية اللي الآن هي تنقص أستون فيلا، أنه حيحاول يحفز اللاعبين من أول وجديد أنه يعملوا نتائج لاسم أستون فيلا نفسه. يعني هلأ كمان نحن ما بدنا نبالغ أنه نحكي أنه أستون فيلا كان نادي يعني مميز، يعني في آخر 10 سنوات أستون فيلا
افضل مركز حققه هو المركز 11 في الموسم الماضي. نعم. وفعلا كان مركز مميز بالنسبه لنادي مثل استون فيلا اللي كان ونادي عريق طبعا في المركز الرابع. طبعا هو من اعرق الانديه، لكن ما كان اداؤه في اخر السنوات اداء نادي يعني مثل ليستر سيتي مثلا. طيب. او مثل ايفرتون او كذا يعني. هل مهمة صعبة بالتأكيد عبد الله، هي مهمة صعبة بالنسبة لستيفن جيرارد مع نادي أستون فيلا، ولكن خلينا نروح شوي على موضوع هو متعلق بهذا الموضوع ولكن من ناحية أخرى. تذكر معي غوارديولا مع برشلونة وزين الدين زيدان مع ريال مدريد، يعني كانت لربما تجربة ناجحة لهذان الاثنان، ولكن بالمقابل فشل بيلو مع يوفنتوس وأيضا فشل لامبارد مع ناديه السابق تشيلسي. هل هذه الاستراتيجية الآن التي تنتهجها الأندية في أوروبا بشكل كبير، يعني أن يأتي لاعب من الفريق كان أسطورة في يوم من الأيام وأن يصبح مدربا للفريق، هل تراها هي ناجحة الآن لربما في هذا الوقت؟ أبدا أبدا أبدا. الموضوع لا يتعلق، يعني على ما يبدو أنه الموضوع يحمل نوعا من الحظ في بعض الأحيان ونوعا من أيضا التحضير الجيد للاعب نفسه، لأنه المدرب تتعامل مع المباريات كلاعب غير لما بتتعامل معها كمدرب. يعني مارادونا كان الراحل مارادونا كان من أفشل المدربين أتوقع في تاريخ الأرجنتين من 100 عام يعني، بينما غوارديولا وزيدان كان أتوقع أنه التشكيلة أيضا كانت نوعي السكواد اللي مع غوارديولا كان يعني تاريخي فينا نسميه، واللي مع ريال مدريد أيضا بوجود كان يعني رونالدو مودريتش وكروز وكاسيميرو وأسماء كانت وراموس، أسماء كمان كانت يعني تاريخية. فأحيانا له دور الظروف بتساهم في الموضوع، نوعية اللاعبين، نوعية المنافسة أيضا في إنجلترا المنافسة دائما عالية، فبالطبيعي أنه يكون لامبارد شوي ما ينجح. طبعا بيرلو كمان مع يوفنتوس كان أصلا في مرحلة تراجع، وكان وجود بيرلو هو علاجي يعني من إدارة النادي، لم يكن بيرلو خطة استراتيجية يعني حسب التصريحات، وكان علاجي وفشل هو في أنه يعالج المشاكل اللي موجودة في يوفنتوس بسبب يعني تراجع مستوى عديد اللاعبين ورحيل بعض اللاعبين. يعني أتوقع له علاقة بالظروف، إذا الظروف ساعدت جيرارد مثلا ممكن جيرارد يصنع من أستون فيلا نادي جيد خلال الموسم، وهو أصلا جاء في منتصف الموسم لتحضير أستون فيلا أولا لعدم الهبوط طبعا، ولتحضير أستون فيلا لأن يقدم موسم قادم أفضل خصوصا من ناحية الدفاعية اللي هي بتجلب لك البطولات وبتجلب لك الوصول لمراحل متقدمة يعني في الدوري أو في البطولات اللي بيشاركوا فيها أستون فيلا. يعني وجود اللاعبين الأساطير في الأندية ما أتوقع له دور أبدا، موضوع له ظروف أخرى كليا، وطبعا ممكن تكون العقليات مميزة يعني عقليات بعض اللاعبين تكون عقليات تدريبية جيدة. اليوم عبد الله يعني نحن بنعرف أنه القضية مو بس بإيد المدرب، يعني هناك طاقم كامل يعمل مع المدرب في الأندية في كرة القدم الحديثة كما نعهدها الآن. منذ أيام رحل المدير الرياضي لنادي ليفربول الذي طبعا أحدث نقلة نوعية في هذا النادي، وسوف طبعا في نهاية هذا الموسم سوف يرحل ويأتي مدير رياضي آخر، يعني لربما الفريق الذي يكونه المدرب سواء كان من معد بدني إلى من يجمعون البيانات ويحللون هم يعني أيضا ركيزة أساسية في نجاح أي مدرب مع أي فريق، كما شاهدنا في نادي ليفربول هناك محللين للأداء وأيضا يجمعون بيانات عن إحصائيات اللاعبين، كم ركض هذا اللاعب وكم سجل هذا اللاعب. يعني لربما هي كرة القدم الحديثة صارت تتطلب هذا النوع من الأشخاص الذين يعاونون المدرب، وليس فقط المدرب هو من يقوم بالمهمة ككل. طبيعي الفريق المرافق، دائما الفريق الفني للمدرب له دور كبير في ضبط إيقاع الفريق، يعني موضوع حتى تحليل البيانات وأحيانا بيكون مبالغ فيه يعني هو شيء إضافي على كرة القدم، لكن وجود مساعد المدرب والمدرب البدني ومدرب الحراس والفريق الطبي دائما بيكون ركيزة أساسية لدى أي مدرب. يعني لما انتقل أنشيلوتي على ريال مدريد من فترة قريبة طلب فريقه الخاص كاملا، هو جاء مع فريقه الخاص حتى يعني باستثناء تقريبا الفريق الطبي دمج بين الفريق اللي عنده وفريق اللي موجود في ريال مدريد. فدائما اكيد وجود هذا، يعني استون فيلا اقال جون تيري من الكادر الفني لاستون فيلا، وهذا ربما شكل مشكله بالنسبه للفريق، تراجع مستوى الدفاع طبعا هذا اثر يعني اكيد. وبعدين في بعض الاحيان بيكون يعني بالمانيا مثلا منتخب المانيا لما كلينزمان درب منتخب المانيا بال 2006 ووصل لنتائج ممتازه، وبعدين ب 2008 اجى لوف، دائما حكى الحكي انه كان الاداء الجيد لالمانيا كان هو بفضل لوف وليس بفضل كلينزمان، وهو اللي كان القائد الحقيقي.
فاحيانا ما بيكون المدرب هو القائد الحقيقي بقدر ما هو بيكون اسم او مدرب عنده شخصيه او مدرب عنده بعض التكتيك. الفريق اكيد اللي موجود معاه هذا في كره القدم الحديثه شيء اساسي يعني لا يتخلى عنه اي نادي. بكل تاكيد بنهايه الحديث بدي اشكرك الزميل عبد الله طعمي كنت معي للحديث عن تعيين ستيفن جيرارد كمدرب لنادي استون فيلا. شكرا جزيلا لك. شكرا.